السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجماهير العالمية تنتفض بعد الهدف الرائع ديال الساحر والمايسترو حاتم زياش، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي اشادت بجميع لغات العالم وعبرات واعترفات بقيمة زياش في تشيلسي قبل اعجابها بالهدف اللي لصقوا في شباك السيتي. وكيف العادة غادي نوريكم بعض ردود الافعال الايجابية على المايسترو حاتم زياش، ونبداو مع اول مشاركة. حاتم زياش افضل جناح افريقي في الدوري الانجليزي، يا له من هدف. وايضا كنضم صوتي لصوت راف ان حاتم زياش فعلا هو افضل جناح افريقي حاليا ومن الاوائل في العالم بدون عاطفة او انحياز. اما ردة الفعل الثانية فيا سلام، احرز هدف تأهل لنهائي كأس اتحاد، والان هدف جديد في شباك مانشستر سيتي بالدوري، زياش الحاسم. وان شاء الله غادي يسجل ايضا حتى في نهائي دوري ابطال اوروبا، لما لا، غير خاص داك توشو توماس توخيل يدخل لنا حاتم زياش اساسي، لانه ببساطه في الماتشات الكبار كيكون الحاسم. اما رده الفعل الثالثه كتقول يا له من هدف من قبل زياش، يعني كما كتشوفوا ما شاء الله كل شيء كيعترف بسحر هدف زياش. اما رده الفعل المواليه، الجميع يعرف انه سيسجل. اما رده الفعل المواليه فيا سلام، الصراحه هي اللي عجبتني. متخصص الاهداف في السيتي وكيصفق على حاتم زياش وكيقول لك هدف يمنحه أسبقية على بعض منافسيه للرسمية في نهائي الأبطال. يعني ما شاء الله الناس اللي تايقة في موهبة زياش وما كتأثرش بالكلام السلبي اللي كيتقال عليه من بعض الحاقدين للأسف. وما نكترش عليكم، هادو كان غير بعض ردود إيجابية على الأداء المبهر والرائع ديال زياش والسحر الهدف ديالو في شباك السيتي، واللي كنتمناه هو توشو توماس توخيل يدخل لنا حاتم زياش في الفينال كأساسي لا بغى يدي تشامبيونز ليغ هاد العام. وفي الأخير غادي نخليكم حتى نتوما تشاركونا ردود الافعال ديالكم في قسم التعليقات، وكيف العاده كنسيل الحماس ديالكم. وكان معكم اسلام، ومع السلامه.